سألت الأرض نفسها: ما هذا؟ إنها ليست القيامة، ولكنه كان أول زلزال في الأرض. واستدركت الأرض حديثها مع نفسها فقالت: وقد يكون الأخير، فلقد علمت عندما خلقت أن هناك زلزال يسبق يوم القيامة. إذا زلزلت الأرض زلزالها، ولكن ما يضيرني وأنا أفعل ما طلبه الله مني؟ فأنا أسبح بحمده وأعبده وأقر له بالألوهية. واستدركت حديثها قائلة: ولكن هل خلقني الله لهذا فقط؟ أم خلقني لأحمل الجبال والأنهار والبحار والحيوانات والأشجار وغيرها من هذا القبيل؟ ثم قالت: لا والله، لا بد أن لله في خلقي شأن آخر، وعلي معرفة هذا الشأن، ولكن كيف؟ سأعرف غدا إن شاء الله، فأنا اليوم منهكك.